مجرات تكونت قبل مليارات السنين. ناسا تكشف الستار عن أعمق وأدق صور للكون بعدسة التلسكوب جيمس ويب التي كشفت عنه ناسا يوم الثلاثاء 12 يوليو عام 2022. وما نراه الآن من صور هو لمجرات تكونت قبل 13 مليار سنة، وهذا الضوء الذي نراه أمامنا كان يسافر منذ مليارات السنين. هل هذا ما كنا نطمح له؟ أو هذه هي البداية لعالم الكون المليء بالأسرار؟ هذا ما سوف تكشف عنة ناسا لنا عما قريب. إذا أعجبكم الفيديو اضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة.